انا جيت ما اخذ لي ثلاث ايام ما اجيها لازم اخذ ثلاث ايام ولا اجي خلاص زين رحت قطر شفت انت عصير الشامي ولا فيتامين سي شيء شيء يوم عودت رحت قطر قبل البرنامج بايام جاي من قطر انا ورفيقي يا محمد وحمد الله سرية هي خبرها رحنا وش هي؟ سرية هي ديرت عندهم يا اخي قطر كان زين قولوا السيلية ديرة صح؟ ولا منطقة؟ الله ما أدل فيها جيت قطر مرة آخر مرة خلنا أعلم تدري قطر والله العظيم إنها زينة هي ريديد ما جيها إلا أستانس تحداكم يروح عشانه عشان نشتري الحف الحشوان عندنا اي والله ولا عندكم هنا ولا في عندنا بس احنا رحنا قطر عشان نشتري راح الشحنية عذر يفهم يفهم رايحين والله العظيم رحنا الشحنية جنوب قطر صح؟ والله ما يبداري ايش تراني اكتب الشحنية واروح ما يبداري اروح كذا الزبدة رحنا انا ومحمد وحمد الله يذكره بالخير ساعة ما وصلنا هناك ومر الشحنية ولا هنا اصور اني داخل قطر فهي جوالهم قام يدق واي العالم سناب واي العالم يوم اشتغل نروح نقطنا على واحد من عيال عمي يوم قالتنا فهي ايش اسمه برامج عندهم هنا يدخلك هنا ياتيك تاخذ منه طلبات شوية ياتيك ينزلها عندك يا هو متكي مرتاح كسول يرجع جيب ايوه انا متاكد انك طلبت ونمت انا رايح قطر عشان يطلب ويرتاح اي والله يا ريجيل لا بعد يوم جلسنا شوي بس تاكد ما يقومون اسمع انا هم لا 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 يلحق النية وشي صد رد ثلاث ايام يا الله شوف هلا هنا واحد مراسلني قال هو فندق فلاني ما ادري ايش اسمه ترى حجزت لكم فيه بيض على وجهك هذه فائده الشهر اخي بيض على وجهك اجل قريب اي يا رجال لا ما انا معروف من قبل ايه ايش فيك انت يعرفون اخوانه ولا ايه بس بيض على وجهك انت تراني قايل لي انا قايل لاخي صالح قايل له احجز وشو اسوي لك حساب وهمي وارسل لي قلت ترى حجزت لك ترى علي توه متابعني قبل البرنامج بشهر ادخل ها قبل البرنامج بشهر اخر مره جيت قطر جيت انا وولد عمي ولد عمي ذا ما نطفش انا بعروبه وشو يسافر عشان يتكفل